بعد ان عانوا من التهميش في العقود السابقه، اتاحت الدوله كافه الانشطه الحياتيه والمجتمعيه لقادرون باختلافها. ومع استمرار الدعم الرئاسي لهم، وفرت الدوله ايضا الاف الوظائف المناسبه لتوفير الحياه الكريمه، بالاضافه الى رفع الوعي المجتمعي بحقوق الاشخاص ذوي الهمم. الدعم الرئاسي المتواصل لتعزيز وحماية حقوق ذوي الهمم لا ينفذ بل مستمر ليزيد من اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الأنشطة الحياتية والمجتمعية بعد أن عانوا من التهميش في العقود السابقة. الدولة تولي ملف حقوق ذوي الهمم أهمية بالغة. تجلى ذلك في عام 2016 مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة دمج تمكين مشاركة بغرض تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم والمساهمة في زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل، ومع استمرار الدعم الرئاسي لذوي الهمم، خصص الرئيس السيسي عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة، مما أدى إلى تقديم كافة أجهزة الدولة عدداً كبيراً من الإجراءات والآليات لدعم الأشخاص ذوي الهمم، فضلاً عن توفير آلاف الوظائف المناسبة لهم لتوفير الحياة الكريمة لهم. بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الهمم كما أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم واحد من القوانين المهمة التي حرصت القيادة السياسية من خلالها على توفير مظلة تشريعية للحماية الاجتماعية لهم وبالفعل صدر القانون عام 2018 وفي عام 2019 تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بقرار الرئيس السيسي رقم 11 لسنة 2000 2019، الذي يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي عام 2020 صادق الرئيس السيسي على قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف للمساهمة في تقديم الحماية والرعاية للأشخاص أصحاب الهمم وفي آخر عام 2021 أعلن الرئيس السيسي حزمة من الإجراءات التنفيذية الموجهة خصيصا لذوي الهمم ومن بينها تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة في جميع المحافظات بجميع المتطلبات المجتمعية والثقافية والتنموية الخاصة بذوي الهمم ولا يكاد يمر عام من دون خطوة مهمة في في طريق اهتمام الدولة بذوي الهمم ففي أكتوبر الماضي أصدرت الحكومة وثيقة انطلاق مبادرة هنوصلك لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم وإيمانا بحقهم الدستوري حرصت الدولة على توفير تسهيلات جديدة لذوي الهمم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من حيث الإتاحة المكانية والبيئية لتيسير العملية الانتخابية هكذا تمضي الدولة المصرية بجدية في مسيرة الجهود الهادفة لمعاملة ذوي الهمم بكرامه واحترام وضمان تبع حقوق الانسان والحريات دون تمييز